تواصلنا معكم مشاهدينا عبر القناة الإخبارية الأولى في الجزائر في الشأن الاجتماعي الآن. من منا لم يصادفه هذه الأيام فيديو يحمل عنوان تكليل جاج، فيديو أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان بطله الشيخ بن عمر من ولاية تسمسيلت، والذي انتقم من الثعلبين اللذين قاما بأكل الدجاج. نكتشف القصة مع محمد أغوليش وحميد عوادي. تكليل جاج، تكليل جاج. هو الفيديو الذي أثار موجة في الآونة الأخيرة، قصة الشيخ بن عمر من ولاية سمسيلت والتي تجاوزت حدود المكان والزمان، وأضحت ظاهرة هزلية يتشاركها الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي. القصة حققت رواجا كبيرا لما تحمله من طرفة وعفوية. شيخ ينتقم من ثعلبين أكلا دجاجاته وينهال عليهما ضربا جزاء لذلك. وكلوا لنا واحد 12 ولا 13 طائر، ومن بعد عاودنا جينا ليهم احفرنا عليهم منا مع الغار، ومن بعد واحده ضربتني وراحت وزوج قتلتهم. تلفزيون النهار، وبعد تنقيب وبحث استطاع تحديد عنوان الشيخ صاحب العصا المقيم بإحدى القرى بمرتفعات ولاية سمسيلت. تنقلنا مع الشيخ بن عمر إلى مكان الحادثة للتعرف على مضمون القصة. كنت ندي نبيع نواسي مستفاد مع هاد الطيور، كملتهم لي الله غالب الحيتاج يدير هكذا وعلى صوتهم. انا ما على بالي لا تعذبوا لا ما تعذبوا، زعاف زعاف اللي دار لي انا هكذا، انا صوتهم ما كاش تمسخير. حكاية الشيخ بن عمر تباين في آراء المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي انقسمت إلى مجموعتين. الأولى عدت الحادثة موقع فكاهية، والفئة الثانية امتعضت من العقاب الذي لقياه الثعلبان. تاكلي الدجاجة؟ شحال كليتي من دجاجة؟ خبريني شحال كليتي من دجاجة؟ نخليك هنا للغرنبة ياكلوك، ها؟ نقرر لك قويمك، ها؟ هي واحدة من أبرز الفيديوهات لعام 2015، والتي كان بطلها الشيخ بن عمر من ولاية سمسيلت، الذي دفعه الغضب مما أقدم عليه الثعلبان لا أكثر. أكلوا لي الدجاج بزاف. على ذيك الزعاف يعني تمرديت، وانا نخلص غير 300 تاع الشومه. قلت لهم ارواحوا هنا نكمل على جدكم.